السلام عليكم. خبر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره، الخبر تحديدا من محافظه الجيزه، تحديد اكتر من منطقه العمرانيه، معرفش يقتلها سيح دمها. ضبط المتهم بمحاوله قتل زوجته طعنا بالعمرانيه. البلاغ اللي وصل لشرطه النجده بوجود احد الاشخاص اللي طعن سيده وهي ماشيه في الشارع قدام على مرأة ومسمع الناس كلها، وبعدها جري على طول. شرطة النجدة على طول ورئيس المباحث اللي توصلوا على طول في الحال للمكان المنوط بيه اللي هو مكان وقوع الجريمة دي. رئيس المباحث اللي عارف ان في وجود خلافات ما بين الزوجة وما بين جوزها، علشان كده الزوج لقى احسن وقت مناسب ليه ان هو يضربها وما عرفش يقتلها، ضربها بالسكينة قدام الناس كلها وطعنها عدة طعنات وهرب على طول. كل ده علشان وجود خلافات زوجية ما بينهم هما الاثنين. الاهالي اللي كانوا موجودين ما قدروش ان هما يمسكوه وهرب. بعدها على طول رئيس المباحث قدر عن طريق الاكمنة الثابتة والمتحركة ان هو يتوصل للزوج اللي كان عايز يقتل مراته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان كاتب ليها العمر. قدر وتحفظ عليه وخد منه البلاغ كله وخد منه التحقيقات كلها والمواجهات كمان معاه في الليلة دي كلها، وعرف ان هي خلافات زوجية. شكل الخلافات بتبقى مختلفة من مكان للتاني، مش تفرق كتير، ولكن السبب الرئيسي في الموضوع ده كده. النيابة تحفظت عليه 4 أيام واديته 4 أيام على ذمة التحقيق، ولسه هياخد 15، وأعتقد أن هو هياخد 4 في 15 تاني، لأن هو محاولة القتل قدام الناس كلها. قبل كده قلنا لحضراتكم لو في خلافات زوجية ما بين الاتنين أو ما بين الزوج والزوجة، كل اللي تقدر تعمله أو تقدر تعملها إن هي تنفصل بالراحة خالص، علشان المواضيع ما تتطورش بالشكل اللي احنا اتفرجنا عليه وشفناه وشفنا المشهد بتاعه. والموضوع ده على فكرة بقى متكرر، اتمنى ان القضاء ياخد حكم رادع في حاجة زي كده، لان محاولة القتل هي تعتبر نفس الكلام هي القتل. واعتقد حاجة زي كده ان هو معد للجريمة دي او معد لليلة دي كلها، يعني كان مستنيها في المكان اللي هتنزل فيه وفي الشارع، وكان ماسك السكينة، كان ناوي ان هو يقتلها، ولكن ما قدرش، سيح دمها وجري. عشان كده دايما بنقول الانفصال والطلاق دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حللها. استحالة العيش خلاص. كانت هتفرق معاك ايه لو انت دلوقتي قتلتها ودخلت السجن واتحبست او اخدت اعدام؟ هي ماتت، عيالك اتشردوا، هتستفيد ايه بحاجة زي كده؟ في المجمل لما يبقى في حاجة زي كده اتمنى ان الواحد يفكر بعقله اكتر من كده، والانفصال بالمعروف. ده خبر كان منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ساعات قليلة جدا. ربنا يا رب يسترها يا رب علينا وعليكم. السلام عليكم.